العين بها العين والله. وشك والله ضو القمر. مور عيني. أنا جاهز بس بشرط. وعلى شو جاهز؟ بخصوص التبرع والسفر على كندا. يطعمك الحج والناس رايحة وراجعة مرتين، منيح هيك؟ قدمت لك عرض ما بيحلموا فيه الملوك، أنت كبرت راسك. وهلأ عمي؟ كندا وسفرة كندا انساها، راحت لصاحب النصيب. طيب شو البدائل؟ ألو، بعينتك مصر هالمرة وفهمت أن الأمور كل مانا عم تكرج لورا. بديل هالمرة $5,000 إلك حلال زلال. بس هيك كتير كتير قليل. يلا رجع كبر راس وغطلك شي أسبوع ورجالة عندي. إلك 4,000، أنت حر. يا أبو عمار، 5,000 ما بتكفيني سافر. بتكفيك بتكفيك، أنت بس لا تفشخ خطوطك كتير بتكفيك. طيب ماشي، أنا جاهز. إمتى؟ طالما عم تسأل على الموعد معناها جد الجد أنت جاهز. انتظر مني مكالمة بعد شي أسبوع. ماشي، سلام. أهلين يا روح.